هو كان صاحب واحد أشهر ملهى ليلي يعني في المغرب العربي، ليس في المغرب فحسب. كان اسمه الكوك دور، الديكو الذهبي. كان في الدار البيضاء وكان في المدينة القديمة. هذا يعني اشتغل معاه يعني فنانين كبار، جابهم اشتغلوا معاه وبداوا معاه. سليم الهلالي كان ينتقي بدقة شكون اللي غادي يشتغل نوي. إلا ما كنتيش فنان كبير، لأنه كنقول أنا جيت جو كونسيديري. دائما اعتبرت هذا الفنان اليهودي سليم المغربي سليم الهلالي، كنقول باغمي لي ميور فوا ماسكولين دون لو موند عربي، يعني أحد أجمل الأصوات الرجالية في العالم العربي. لذلك كان دائما تناديه أم كلثوم يستمعنا. فكان معجب كثير بأسلوب وبطريقة الأداء ديال سي عبد الوهاب. تلميذا لسليم الهلالي، وما أدراك ما سليم الهلالي. هذا فيما يتعلق بالمقامات المغربية الأندلسية، نقدر نقوله حتى اللي عندها إرهاصات الثقافة اليهودية. ولكن فيما يتعلق بالمقامات العربية فهو ضابطها جدا، يعني من المدرسة القديمة اللي تضبط المقامات العربية. ولما تنتقل من المقام العربي إلى الطبع المغربي، ودعني أسميه طبع لأن في المغرب حنا نستعمل مقامات بقدر ما نستعمل طبوع، يمكن لك تقول ماشي نفس المغني هذا. فتارة تلقاه، ويمكن هذا هو اللي عطاه هذاك الغناء، تارة تلقاه في يغني الرصد والبياتي والسيكا بطريقة سليمة جدا، ثم ينتقل إلى الشغوري، ثم ينتقل إلى الاستهلال أو الحجاز الكبير ديال الآلة الأندلسية. الفرقة ديال هذا سليم هلالي نسميه
ملهى الديك الذهبي الكوكدور. فانا حين دخلت كنلقى مجموعه من العازفين المهاره، لان بعد انا كنعتبر ان ذاك المكان كان مدرسه موسيقيه، لان ما كانش من ولا كيمكن له يخدم بداك المحل هذاك الا ما كانش يعني عازف ممتاز وذو خبره موسيقيه، ما يمكنلوش يخدم تما. فوجدت سالم عزرا القانونجي، وجدت عماد طنطا، مصطفى بوشان، مصطفى بوشان، خودريس حلو كان طرار، مامادو درابكي، زوزيف نياتي لبناني هو اللي كيبان مع سميرة توفيق كامل الغيطه، واحد المجموعه وحجل الكمانجيه توانسه، يعني مجموعه موسيقيه راقيه للغايه وعزفهم جميل وجميل للغايه. جيني وانجيني الله ليلى، جيني وانجيني الله ليلى، وانجيني من هلا الله ليلى، جيني من هلا الله ليلى، باقي الحب المشروع الله ليلى، باقي الحب المشروع الأستاذ عبد الواحد التطواني هو متنوع في اختياراته الغنائية. أقصد يعني لما تعامل مع الراحل أحمد طيب العلاج، كما تعامل مع الراحل علي الحداني، كما تعامل في ألحان مع الأستاذ الراحل عبد القادر الراشدي، يعني كان ينوع، وأيضا كان ينوع ما بين الديني والعاطفي والوطني. فبالتالي الأغاني هي عبارة عن تشكيلة وتوليفة جميلة جدا، يعني هذا البوكي الذي قدمه الأستاذ التطواني في ريبرتواره الغنائي كان متنوعا، لم ينحصر فقط على هذا النوع كالقصيد أو الموشحات، وكان بارعا في الموشحات على اعتبار أنه في فترة ما لما كانت الأذن سميعة حقيقة، ولما كان الذوق ذوق رفيع جدا، فكان فيما برامج ما يطلبه المستمعون كانوا يطلبوا هذا النوع من الأغاني، وهذا النوع من الأغاني الراقية سواء في القصيد سواء في الموشحات. يا من له أحسن الصفات يا مصنع التعامل ديال السي عبد الواحد التطواني مع الشعر ومع القصيده العربيه كان تعامل يشوب الاحترام، لانه رجل متكون، رجل مثقف، صوت مثقف، وشخصيه ايضا مثقفه. هذا تيعطينا انطباع على ان المطربين المغاربه القدامى اللي من جيل السي عبد الواحد التطواني ومطربين عارفين ومثقفين تيامنوا على ان الموسيقى والتناول الموسيقي دائما خصو يكون من خلال كلام راقي وكبير ومعبر، وفيه رسائل وفيه عمق إبداعي وأدبي أيضا. التطواني كيقدر يعمل لك واحد جمله يعني موسيقيه ديال 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 20 ثانيه ويعمل لك فيها 6-7 المقامات بسهوله، وكانه يعني حتى الماء بعض الاحيان كنلقاو صعوبه باش نشربوا كاس ديال الماء، هو بشيء طبيعي.
يقدر يدخل من مقام ينتقل إلى مقام ثاني بغض النظر على أن المقامات ما كتعطاش لأي واحد، لأنها أحد العدد كبير من الأصوات اللي عندنا في المغرب وفي العالم، حتى في مصر أقول زمن العالم العربي كاين مغنيين تشهروا ولكن ملحنين كيعملوا لهم ألحان يعني المقاس ديالو ما كيقدروش يديروا أربع المقام، كيلحن لهم إما مينور أو ماجور، يعني النهوان أو السل أو العجم يعني السلم كبير. ديال الصوص ديال الاستاذ عبد الواحد الطواني هي نوعيه نقدر نعتبرها نوع الصوت اللي كيتمدد، يعني كيقدر يهبط حتى للتينور ويطلع حتى للسوبرانو على حسب المقام اللي كيلعب فيه وعلى حسب الاغنيه اللي كيفاش ملحنها. اذا ما نعتبروش عنده واحد الحيز ضيق ديال المسافه الصوتيه اللي مثلا، حيت اغلبيه المغنيين دابا الحاليين كتلقى المسافه الصوتيه ديالو كتختصر ما بين أربعة نوطات إلى حد أقصى تلقى خمسة نوطات ستة لستة. كاين بعد هو يعتبر المغني اللي عنده المسافة يعني شاسعة كيمكن ليه يهبط للتينور القرار يمكن يطلع حتى للسوبرانو يعني بسهولة، ما عندوش يعني صعوبة في هذه المسألة هذه. تطواني رغم مرور هذه السنين يعني من 1992 وهو الوجه أول وجه فني أطلع على الجمهور من خلال التلفزيون المغربي لما تأسس في افتتاحه، يعني فبالتالي لازال له هذا الحضور، فالاستمرارية صعبة، البداية والبهرجة ممكن أنه تكون في البدايات ولكن الاستمرارية وضمان هذه الاستمرارية هي اللي أساسية، فبالتالي أنه يكون اختيار سليم يخدمه على الصوت، وثانيا أنه يقدم أغاني عندها ذوق وعندها تهذيب وعندها رسالة. قطعة اللي تجدرت يعني فينا في قلوبنا في أحاسيسنا كفنانين لما كتقول، رغم أن الريبيرتوار ديالو ما شاء الله كبير سي عبد الواحد الطواني يعني إنتاجات قوية، ولكن كيف قال كيف كيقولوا الناس هو يبحث على 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 الكيف لا على الكم. لما كان نتكلم على مشيعة كادي إلا وكنذكروا عبد الواحد الطواني لما غنى في سنة 1964 في طنجة وملحن شكون ذاك الوقت؟ الملحن الكبير علي عبد القادر رشدي. ماشي عتكادي قجرني وتعادي، ماشي عتكادي قجرني وتعادي، ماشي عتكادي قجرني وتعادي، يا شامل خبرني
أغنية تمشي عندك. هاد أغنية تمشي عندك هذه هي ما كانتش معمولة لي أصلا، ولا إسماعيل أحمد رحمة الله عليه أصلا، بل هي كانت معمولة لعبد الواحد الصميلي. وعبد الواحد الصميلي كما تعرفوا الفنانين كاملين أنه رجل كان لا عنده خزانة داخل داره، يعني من هاللي اللي بدأ محمد عبد الوهاب، وعائلته كلها عائلة يعني كتحب الفن واحد الدرجة لا تتصور. فأنا كنت سي عبد القادر كان عامل هذا العمل قصدا سي عبد الواحد الصميلي رحمة الله عليه، إلى حتى حداشنا من التحليل الموسيقي أن الأنغام اللي فيها والتركيبة كاملة حتى المقام الري حتى هو، بمعنى أنها هي ماشي عدتك هذه مغربية، كل ذا كان ليه مغربية. تبني وتكون قاضي وتعاقبني، إن كلك تعاتبني وتكون قاضي وتعاقبني، لكن قبل ما تحكم سنة 62 أنا استمعت إسماعيل أحمد كغنيها، كان باقي استوديو ديال التلفزيون بالطبقة الرابعة في مسرح محمد الخامس، ففرقة مع بعضها مجموعة، وإسماعيل الله يرحمه كيغني مشاعتك هذه، وكانت كتعجبني يعني، كانت دازت واحد المرة ولا جوج وكنت التقط منها بعض الأشياء. إنما حين سندالي أنا تفاجأت، أنا كنت كنظن أن إسماعيل الله يرحمه مسجل على الإذاعة. بالفعل مررنا، ولكن اليوم اللي إحنا غادي نسجلوا فيه يعني صبت بالبرداون، وهذه الحالة كتنسابني بعض المرات في شي وقت اللي هو كيكون حارج للغاية. إذن في السخانة والبردك حالتي يعني طلب مني راشدين تسجل هكاك بداك الحالة هذه، فقلت له السي عبد القادر انا مريض كذا، قال لي لا والو هكا غتسجلها وغيجيب الله البركة فيها، تسجلها بهذه الطريقة هذه. بالفعل سجلتها وانا في هذه الحالة المرضية اللي قلت، الله يرحمه كانت عنده شفته بعيدة، بالفعل نجح العمل. باش غناها، طريقة باش غناها، يعني هو وأمامك كيفاش يلعب في المقامات، كيفاش يلعب في المقامات الملحنة طبعا، ولكن حتى إذا لو طلب منه المرحوم عبد القادر رشدي بور امبروفيزي أن يرتجل، كان عبد الواحد التطواني كان غادي يزيد يعني واحد باقات من 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 بالورود على القطعة يسمونها السيكا مصورة، وهناك من يسمونها السيكا هميون، وهناك وهذه السيكا هي صعبة كثير، لأن فيها أربعة ديال كارد طون، أربعة ديال أربعة المقامات اللي فيها ماشي طبيعية. ما
أستاذ عبد القادر الراشدي، يعني في مدينة طنجة كان خزان كيقلب فين يفرغ المنتوج ديالو، فجدتك يعني في الفترة دي مدينة طنجة. الشيء اللي أعتقد أنه اللي عمل عبد القادر الراشدي في مدينة طنجة ما هوش يكرره، وإن كان على أنه عنده أعمال أجمل وأجمل، ولكن الأنماط اللي عطاها في مدينة طنجة والألوان اللي عطاها في مدينة طنجة ماشي هي الأعمال الأخيرة ديالو اللي كان. باش من دان جني تواني تدرج بين عدة أجواق مغربية، كان يشتغل في جوق طنجة وجوق فاس، جوق الوطني في الرباط، وكذلك كان متعامل مع جوق الدار البيضاء أيام الصولة والعز ديال جوق الدار البيضاء. مع الأسف الشديد الأجواق الوطنية ذاك الوقت كانت كتشكل واحد مدرسة حقيقية. تنظن كسب سي عبد الواحد تطواني واحد الخبرة كبيرة في التعامل مع الموسيقيين ومع الفنانين، ولأنه أصلا هو عازف، عازف إيقاع، وتدرج ككورال وكعازف إيقاع ومغني، واجتمع فيه ما تفرق في غيره. هو ذاكرة فنية كبيرة جدا، فهو يوثق لمساره الفني بالصورة والصوت والكتابة، ويجب أن نستفيد من هذا المسار ومن هذا التاريخ توثيقا للموسيقى المغربية. خلتني يا ويلي ويلي الإنسان يؤمن بالتلقين، يعني إلا عنده شي حاجة يعطيها للشباب، ويؤمن بالعمل الجماعوي، ويؤمن بأنه هو مثلا تعطي مثلا دروس في المرشحات وفي الغناء العربي في الجامعات وفي المدارس العليا، وحتى للناس ذوو الإعاقة اللي عندهم إعاقة جسدية وتيبغيو يدخلوا الميدان الغناء ويغنيوا، ماشي باش يوليوا دي بروفيسيونيل، ولكن غير باش يوصلوا لهذاك الأمن الذاتي النفسي الروحي اللي تيعطيه الفن. فتتلقى أنه أنا لا أعلم إذا كان بمقابل أو بدون مقابل، وأعتقد أنه سيكون بدون مقابل، لأنه إذا يعني إنسان قبل أن يكون فنان. ثم لما تشوف عبد الواحد التطواني كيف، لأنه مخضرم، خضرم ثلاث أجيال تقريبا ديال الفنانين، ثلاثة ديال الأجيال الفنية. جمعت هذه المجموعة اللي فيها بنات كما قلت أنهم كلهم طلبة في الكلية كيدرسوا، فيهم بنات وفيهم أولاد، فكان نعمل معهم الموشحات، الأدوار، طريقة ديال الأداء، طريقة مخارج الحروف، طريقة باش يخرجوا النبرات الصوتية،
كيفاش هو الميزان، كيفاش كتركب فوق الميزان، كيفاش مثلا السانكوب، كيفاش كونترتا، كيفاش هذه الاشياء كلها كنلقنا لهم. وفحم كل بكل صراحه على ان الشباب المغربي متعطش للموسيقى الراقيه. الغاية من هذه الورشة الفنية هو الحفاظ على المولود الثقافي الفني، خاصة الأغنية المغربية والأغنية العربية بصفة عامة. المشاركة الجمعوية ديال السي عبد الواحد تطواني في مجال الموسيقى هذا نابع من وطنيته، حب الوطن، وحفاظا على ما تتلمذ عليه هو كأستاذ اليوم. ما يمكنش نضيعوا هذه الثروة، هذه الثروة خصنا نوصلوها للناس، وصلوها بأسلوبه الشخصي اللي هو بالمجان، يعني ما كيتقاداش عليها أجر. فالسي عبد الواحد تطواني هذا تيبقى يرجع لوطنيته، حب الوطن، لان الناس اللي اسوا الاغنيه المغربيه فلما كانوا كيأسوا فيها ما كانوش كيطالبوا بماديات ولا كيطالبوا، كان الهم الوحيد ديالهم هو استقلال المغرب، وهو بعد استقلال المغرب نخلقوا واحد الاغنيه مغربيه وبقوا عايشين في هذاك النفس ديالهم وداك الطموح ديالهم حتى ماتوا. فمنهم السي عبد الواحد تطواني اللي انا كنشكره بزاف على هذه المساله اللي هو كيقوم بها جمعويه باش كيوصل المدارس اللي قرا فيها الجيل الحالي اليوم اللي هم احنا كنفتقدوه في معاهد موسيقيه للاسف. الأستاذ عبد الواحد تطواني شكل مع الكبار كوكبة فنية فريدة، لأنه هو جايل الأستاذ عبد الوهاب الدكالي، كما جايل عبد الهادي بالخياط، كما جايل عبد الحي السقلي، يعني هذه كلها أسماء كانت لها باع طويل وكان لها أيضا وقع بالنسبة للأغنية المغربية آنذاك، كان لها جمهور، وبالتالي هو استطاع أن ينحت اسمه في هذا الصخر وفي هذا الجبل وهذه الأهرامات الفنية الموجودة آنذاك. بالرغم من ان الصوت ديال سي عبد الواحد تطواني صوت تكوينه شرقي محض، انما اعطى الاغنيه الشيء الكثير. عبد الواحد تطواني لا نراه كثيرا، ولكن كل ما نشوفه فهو يغني شيئا اصيل. عبد الواحد تطواني بالنسبه لي هو مطرب الاجيال. صوته رائع وجميل وسيبقى راسخ في ذاكره كل المغاربه. اقف احتراما وتقديرا لنوبل ولقمه وتقديرا لما اعطاه فناننا الكبير الهرام سي عبد الواحد تطواني. كنتمنى منا احنا كاملين كمغاربه ناخذوا سي عبد الواحد تطواني بعين الاعتبار ونرجعوا له ولو جزء من كل ما قدمه من حياته الشخصيه لهذا الوطن.